دعت الجهات والهيئات العربية والرسمية وشبه الرسمية والمصارف ومؤسسات التمويل العربية والشركات العربية إلى مزيد من التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في إعادة إعمار العراق. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض العراق العربي إعمار واستثمار 2016 الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة. وزير الأشغال والإسكان سامي هلسه قال إن الأردن يؤمن في أن يكون مركزا إقليميا لا بل دوليا لتبادل الخبرات في البناء والإنشاءات والصناعات الهندسية وتطويرها. رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي قال إن اختيار الأردن لإقامة فعاليات المؤتمر والمعرض لما يتمتع به من استقرار أمني وسياسي وعلاقات استراتيجية ودبلوماسية مع الدول العربية ولما يشكله من بوابة للصادرات والواردات العراقية. وعرض العراق مشاريع الإعمار والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات في العراق للمرحلتين الحالية والمقبلة. نأمل بنتيجة اليومين يكون في تعاون مشترك بين مستثمرين العراقيين والمقاولين والمقاول الأردني والمقاول العربي بشكل عام، وأي اسم مطلوب لدولة العراق بإعادة الإعمار من خلال الأردن احنا جاهزين فيه. في عرض ما يحتاجه العراق لربما من مشاريع استثمارية كبيرة وأيضا ما ممكن تقديمه من خلال العمل المشترك، من خلال يعني لربما عمل مشترك باستثمارات كبيرة استراتيجية ما بين الأشقاء على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، بمعنى هناك شراكات على مستوى الدولة كنحن هنا في خط النفط الاستراتيجي العراقي الأردني، وهذا عليه مذكرة تفاهم موقعة ما بين البلدين وساعين من أجل تطبيقه بإذن الله في أقرب وقت ممكن.